طبعا إخواني، لما تقدموا أي محتوى على الإنترنت، سواء كان فكر، مادة تعليمية، نوع من الفن، أيا كان هذا الفن، راح تواجه أحيانا بعض الانتقادات. والانتقادات هي أشياء مهمة جدا ولازم تفحصها بجدية. والذكاء إنك تجد الانتقادات الصحيحة وتستفيد منها، لأنها بتكشف أحيانا ثغرات في فكرك أو عيوب مثلا في الفن اللي بتقدمه. أحد الوسائل المفيدة إنك تقيم أي انتقاد هو البحث عن المغالطات المنطقية. باختصار، المغالطات المنطقية هي أشياء إذا كانت موجودة في كلامك أو في حجتك بتخلي الشيء غير صحيح، يعني ما في أي معنى للرد عليه. طبعاً اتذكر إن السوشيال ميديا مش أماكن للمناظرات الفكرية أو الحديث العلمي، لكن من المهم إنك تلاحظ بعض التعليقات، لأنه في أحياناً بتجد صناع محتوى بيستثمروا عاطفياً في هذه الانتقادات، وبالتالي بيتم استهلاكهم بدون سبب وجيه. أول مغالطة منطقية هي الشخصنة أو أدهومينوم، وأحيانا يطلق عليها القدح الشخصي. هي باختصار أنك تهاجم الشخص بدلا من مهاجمة أفكاره أو مهاجمة كلامه. طبعا المشكلة في القدح الشخصي أنه ما بتساهم أبدا في تحليل الحجة أو الكلام، يعني ممكن الشخص اللي أنت بتهاجمه يكون أسوأ شخص في العالم، لكن لما يقول أنه 1+1=2 فحجته صحيحة بغض النظر عن مين هو. بشرفة، هلا انت جاي من اليمن وشايف من اللي مسرحيات وكذا يا زلمه، لك روح عندك شغل ثاني. هلا عم بسالك سؤال وكذا، حق مسوي انا مسوي وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفاتوشي وشنكريشي وحنكريشي وقنطريشي. فطبعا مش مهم الشخص اللي امامك ايش دينه وشو لونه وشو عرقه وشو لغته، هذا ما له علاقه ابدا بالكلام اللي بيحكي. المغالطه الثانيه اللي بشوفها كثير في السوشيال ميديا اللي هي رجل القش او سترومان. طبعا باختصار هذه الحجة انك انت تبني صورة مشوهة من الحجة او الكلام وتهاجمها، لانه يسهل عليك مهاجمتها في هذه الحالة. اعطيك مثال عملي وبشوفه كثير. مثلا بيجيك شخص بقول الاسقاط النجمي هو خروج الروح من الجسد، ولما تخرج روحك جسدك يموت، اذا الاسقاط النجمي مستحيل. طبعا في 15 سنة انا بتكلم وبكتب عن الاسقاط النجمي، عمري ما تكلمت انه هو خروج الروح من الجسد. دائما بستخدم مصطلح الوعي، ودائما بنتقد المادية الاختزالية والصورة الميكانيكية للكون عشان أثبت أن الظواهر الخارقة ومنها الإسقاط النجمي هي ممكنة وغير وليس فيها أي مغالطة منطقية. ففي هذه الحالة لما أنت بدك تنتقد الإسقاط النجمي مثلا، أول شيء لازم تفهم إيش هو من الشخص نفسه اللي بتكلم عنه، وتحلل كلامه وتبحث عن ثغرات منطقية أو علمية في كلامه، وليس انك انت تهاجم دمية انت قمت ببنائها وتهزمها ثم تعتقد انك هزمت كلام الشخص نفسه. طبعا الفكرة في المغالطات المنطقية انك ما تضيع وقت في مراقبة مثل هذه الانتقادات والبحث عن الانتقاد الصحيح والمفيد.